شرفتونا مجددا واللقاء مع المخرج المسرحية سالي فواز والمخرجة والمؤدية ميسان شرف الدين. سالي وميسان تشاركان بمهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة من تنظيم مسرح اسطنبولي بسور. ميسان بتقدم عرض مسرحي راقص وسالي بتقدم مسرحية المستهتر الجميل. كل التفاصيل بهيدا اللقاء. أهلا وسهلا صبايا. أهلا وسهلا صبايا، شرفتونا. قبل ما نبدأ نحكي عن العبور وعن المستهتر الجميل، بدنا نحكي أكيد عن المسرح اسطنبولي، صح، وعن مهرجان لبنان المسرحي. مزبوط. هيدا المهرجان هو نسخته الثالثة. بلش المهرجان سنة 2019 بنسخته الأولى. كان هدف جمعية تيرو للفنون وأستاذ قاسم اسطنبولي أنه يحاولوا قد ما فيهم يأسسوا مسرح كرمال كل هالمؤدين يلي عم بيعانوا من الأوضاع الاقتصادية، ما قادرين يدفعوا أجرات مسرح، أنه كيف يقدروا حتى كمان أنه نقدر نستقبل من خارج لبنان عروض عالمية وعربية كمان، عشان يكون في هيدا التبادل الثقافي. فبلش من هون الفكرة، وبلش من 2019 و2021 كان النسخة الثانية، وهلأ النسخة الثالثة بعنوان المرأة قوة التغيير. فمن هون بلشت الفكرة. بدنا نحيي قاسم قبل كل شيء. اكيد اكيد، مجهولا تحيه. بنعرف قد ايه تعذب كمان لحتى وصل لهون. ميسان، خلينا نحكي شوي عن العبور. انت عم بتقدمي العبور، بدنا مني كل التفاصيل لنرجع نحكي كمان عن سالي. اوكي، انا عم بقدم رقصه اسمها العبور. هي رقص ياباني معاصر اسمه بوتو، وهو مثل رقص كثير معبر هو رقص داخلي وكثير معبر على الوجه. وقصه العبور اكيد، وليش هيدي الفكره بالذات؟ هي بتحكي المسرحية الراقصة بتحكي عن امرأة عم بتفكك القيود النظر الآخرين، وعم ترجع تكتشف غريزتها الحيوانية. فمثل هي مثل العبور بين الداخل والخارج والخارج والداخل، لأنه في مثل مفاوضة دائمة بين كيف هي حاسة حالها وكيف لازم تكون. هاي اللي صممتي هيدي الرقصة وانت كانت فكرتك؟ ايه، انا عملت هاي الرقصة وكانت اول رقصة بعملها سولو، وكتير حبيت اعرضها بسور لانه انا من سور وكنت ارقص انا وصغيرة بسور. بس هاي اول مرة برجع على المسرح من 20 سنة بسور. فحبيت اعمل اول رقصة عملتها لانه كمان الموضوع تبع الرقصة بيشبه الافكار اللي انطلقت منها من سور. مع انه هلا اتطورت جاي بدي اقول لك قد ايه بيعني لك هيدا الموضوع، يعني وقد ايه لمستيه على ارض الواقع. ايه، هو بيحكي عني. مش بيعني لي، بيحكي عني. يعني واضح، فهمنا. بس طولت كتير قبل ما اعمله، يعني من بعد ما طلعت من سور 7 سنين رجعت عملته، وبعده هيدا البحث فني بالنسبه لي، يعني شو هيدا التفاوض يلي عم بيصير وافهم وين انا محلي. يعني ممكن عبور يتطور مع الايام اذا بعده بحث، مش نفس الرقصة وبنفس هيدا، بس هو البحث عم بيتطور وعم بيكبر. يعني المهم فشيتي خلقك. فشيتي. نروح لعند سالي. فشيتي خلقك بالمستهتر الجميل؟ تقريبا مش فشيت خلقي قد ما انا عم ضوي على معاناة كل امرأة، واخترت الامرأة تكون ممثلة. هي بيز اون ترو ستوري المسرحية عن اديت بياف، سو اخذتها من جون كوكتو ولفتها وبلشت الرؤية الإخراجية. تقريبا قعدت فيها سنة كرؤية إخراجية وكتابة على ورق وهيك، وصلنا تقريبا 7 شهور انا ومساعد المخرج محمد الحاج والمهندسه الديكور رنا فواز والظهور الخاص لحسن ملحم لحتى تبربرت الفكره وطورناها. سو انا عم ضوي على معاناه المراه اللي هي ممثله، لانه دائما بنضوي على الامراه سيده المنزل او هيك. حتى الممثلين والفنانات والاعلاميات بيعانوا بحياتهم، بفرجوا الصوره اللي كثير حلوه للجمهور، لانه على طول نحن بنقول الجمهور مش ذنبه، الجمهور ما خصه يفوت بحياتنا ويتعذب، يعني مشاكله انجا ويحلها. فحبيت ضوي على هالسوداوية اللي عم بتعيشها بحياتها والصراعات اللي مقفلة عليها، اللي العالم ما بتشوفها، اللي هي مقصد عم بتفرجي صورة تانية. فمنشوف هيدول العالمين، كرمال هيك أنا اخترت في ظهور خاص لحسن ملحم لحتى يكون في هول العالمين يلي عم بتعيشهم، وبالأدوات يلي بتستخدمها، لأنه حتى
عم فرجي على الطبيعة البشرية اللي عنا والحالة الإنسانية. يعني هيدي المسرحية فيك تقطيها على كل حالات أي امرأة بأي بلد كانت وبأي زمن كانت، مش بس بلبنان. فكيف هيدا الصراع لوين رح يوديها، لوين هي شو بدها تقول؟ وعطول منخاف انه نحن نطلع من الزون اللي نحن فيها، منخاف نغير بحياتنا، منخاف نخطي خطوه ممكن تكون لنا منيحه، ومنحب جلادنا، منحب يلي بيعذبنا. فكل ما عم بيعذبنا هيدا الشخص اللي قدامنا اكثر، كل ما نحن بنتعلق فيه اكثر، لانه هيك طبيعتنا البشريه للاسف. للاسف اي صحيح. وقد ايه برايك سالي هيدي المسرحيه ممكن تعمل فرق وتخلي العالم تطلع من الكومفورت زون وتشوف الحقيقة وتكسر هيدي الباترن إذا بدي؟ رح تضوي كتير على كتير نقاط مشتركة بين أي امرأة، يعني ما في حتى لدرجة إنه هيدي الممثلة ما بنعرف شو اسمها على المسرح، فما إلها اسم، لأنه فيك تحطي عليها أي اسم، مين ما كانت، كانت ساري، كانت ميسان، مين يعني، كان إكس إجراج، أي امرأة فيها تعاني منهم. بس هي قديش أنت جريئة، أنا عم بطرح المشكلة، أنا مش جاي لحل لك إياها، لأنه بإيدك الحل، كلنا بإيدنا الحل، بس قديه عنا جرأة إنه نحن نتخطى ونخطي هيدي الخطوة لتغير حياتنا بالكامل. هون أنا بدي خليهم يقعدوا يفكروا إنه هل نحن رح نقدر نغير ولا لا، هون بترجع للشخص ذاته من جوا. وكأنه يمكن بطريقة غير مباشرة بس في شوي ارتباط بين العبور والمستهتر الجميل، بتشوفي هيدا الشيء ميسان؟ صراحة بعدني ما شفت المسرحية، بس من الحكي اللي حكيته ايه اكيد حسيت انه في اجمالا الامرأة يعني بشكل عام يمكن بطريقة متشابهة، صح، والامرأة عندها نفس المخاوف وعندها نفس المعاناة وعندها نفس الهم يلي هي بتعيشهم. كانت أم عندها خوف على أولادها، أي أم بتخاف على أولادها، إن كانت أخت صديقة فعندهم نفس الهم بشغلهم بحياتهم، فمشاكلهم مشتركة بحس، وبحس إنه هن مع بعض عن جد قوة تغيير. إيه بس ما هيدا اللي بدي أقول لك، مش كل امرأة عندها نفس القوة وعندها نفس الفيجن، الرؤية، نفس الجرأة خلينا نقول، وهون الاختلاف عم بيكون كتير كبير، لأنه لو شايفين وين الصح والغلط بالنسبة لألهم، مش عم نجمل ما في صح وغلط، بس مش الكل بيقدر ياخد الخطوة، بيقدر يعلي الصوت، مزبوط. مش الكل عنده هيدي الجرأة، لأنه بخاف يتعذب كتير. مع أنه العذاب بهيدي الفترة رح يكون كتير أخف من العذابات اللي هو عايش فيها كل يوم، هيدي الدوامة اللي ما بتخلص. بعدين هيدا العذاب اللي رح يخليه يرتاح للواحد يعني. صحيح. ميسان عندك شيء؟ ايه انه هو مش الكل، مشان هيك نحن يمكن عم نضوي على معاناة خاصة للمرأة، لأنه كل مرأة عم تعيش نوعا من الحجاب لنقول، او عليها نظرات اكثر من الرجال لنقول. صحيح. وحياتها منا هالقد مهمة، فنحن عم نضوي على المناضلات تبعها وحياتها، سيرتها الذاتية وسيرتها النفسية وسيرتها الداخلية اللي نعطاها قيمة لو شو ما كانت تكون، يعني ما دار تكون كتير قوية ولا شيء. صحيح. وهذا الشيء عبرتي عنه بعبور أكيد. بدنا ميسان بدنا نعرف أكثر عنك كمخرجة ومؤدية رقص تعبيري ومعاصر، كيف اخترتي؟ يمكن أعتقد الرقص اختارك ولا أنت اخترت الرقص؟ أنا حياتي كانت شوية رولر كوستر، درست إخراج سينمائي وما كنت عم استرجع رقص، مع انه رقصت من انا وصغيره، من انا وطفله. ومن بعد ما تخرجت شي 5 سنين تعرفت على هيدا البوتو، الرقص الياباني المعاصر، وشفت قد ايه من خلاله كنت عم بتواصل مع جسدي اكيد، بس كيف كنت عم بتخلص من الكآبه، كان عندي كآبه معينه وكنت عم بتخلص من هاي الكآبه لانه كنت عم كون بالجسد وكثير متواصله مع الطبيعه الشيء اللي عم بحوط فيها يعني. وبهيدا الصف تغيرت حياتي وقررت انه خلص بدي اعمل رقص، وضليت عم بلحق ناس اساتذه معينه مهتمه بشغلهم، يعني انا ما رحت مدرسه او جامعه او شيء، لحقت الاساتذه اللي مهتمه بشغلهم ودرست معهم ورجعت على لبنان مش من زمان، من 2 سنين ومبسوطه باللي وصلتي له. على الأقل مرتاحة مع نفسك أكثر. إيه بعتبر إنه يمكن كمهنة ما بعرف قد مهتمة بهذا الشيء، بس كبحث دايم دايما الرقص راح يكون
موجود بالنص حياتي. بتعرفوا كنا عم نحكي عن الطريقة قد ايه بتختلف بين شخص وآخر، يعني هون عم نحكي عن معاناة ومعاناة تانية مع ميسان، ولكن كل واحدة منكم عم بتعبر على طريقتها الخاصة. بس نحكي مسرحية في حكي وفي حوار وفي صرخة وفي صوت عم نعليه، بينما مع ميسان كله من خلال الجسد والحركة. كمان هون قد ايه في صعوبة بأنه الشخص يختار أنه يعبر عن الأشياء مش بالطريقة التقليدية اللي هي الحكي أو الحوار. وبرجع بأخذ رأيك سالي أكيد. صعوبة لتعمل هيدا الشيء ولا صعوبة لينقبل هيدا الشيء؟ أي صعوبة لتعمل هيدا الشيء؟ لا إيه، لا أنت تقدر تترجم كل شيء حابة تقوليه يمكن من خلال هيدا الفن الراقي. أنا بالنسبة لي أسهل بصراحة، لأنه بالنسبة لي هو موجود، وأنا يعني لما بدي أحط كلمات بستصعبها أكثر. عشان هيدا اللي بدي أوصل له، هل يعني عندك صعوبة بال expression بال إيه يعني مش إنه عندي صعوبة، أكيد فيني أعمل شيء خاصة بالكلمات، بس بالنسبة لي التعبير عن الجسد أوضح. والبحث لهيدا الشيء بنميني كتير، طالما إذا عم ببحث بالكلام بنميني بغير طريقة أكتر هيك بالرأس، وأنا أكتر بالجسد. سالي يعني يمكن تعتبر الطريقة التقليدية ولكن هي الطريقة الكومن أكتر، وهيدا فن بالنهاية. صح. هلا بالمستهتر الجميل انا اخذت كمان شوي دانس دراماتيك في فقره معينه كرمال تفرجي على ملا هيدا، ومختاره كمان بادواتها الجسديه انها تعبر، مش على طول الحكي لانه على طول انا بقول اوقات الصمت فيه حكي اكثر من انه الواحد يحكي. هي الاحساس قديش اذا انت صادقه هالقد وساكته كل الوقت، لانه اوقات مثل بمسارح الاوبرا ونحن ما بنفهم ولا كلمه عليهم، بس قديه عالم بتتاثر لانه الاحساس بيوصلهم. هيك بحس النفس حتى بيوصل، لو عم بتعبري بجسمك بس نفسك عم يوصل، كيف عم بتوطي وكيف عم تعلي، حركه ايدك اللي عم تروح مع عينك اكيد عم تتواصلي مع هيدا الجمهور. صحيح. يعني بتفرجي معاناتك وعم تاخذي منه وعم تعطي معه، فبحس اثنيناتهم بكملوا بعض. يعني فيك تعملي بجسدك كل شيء، وفيك بالحكي تعملي كل شيء، وفيك تعملي الميكس بيناتهم، فكلهم بكملوا بعض. حتى العروض اللي معنا، نحن 10 عروض بالمهرجان، كمان بحس فيه هو الميكس بيناتهم، وفي هيدا المزيج الحلو، يعني ما بيشبهوا بعض بس كلهم عم يحكوا عن امرأة، يعني كلهم عم بفصلوا لجسد واحد، لروح واحدة، للأنوثة، التأنيث اللي نحن كتير منحبها. فبحس أنه اثنيناتهم بيكملوا بعض. يعني يمكن هي تقول الأشياء اللي أنا بدي أقولها بجسدها، وأنا أقول الأشياء اللي أنا بدي أقولها بعقلي اللي هي شو بدها تقولهم، فبحس أنه لا منكمل بعض بكتير يعني أشياء. شي يوم ممكن نشوفكم عم تقدموا عمل مع بعض، صحيح؟ مسرحي راقص يطلع كتير حلو. سالي سبق لك وقدمتي، كنتي عندك تجربة إعلامية عبر التيفي. بدنا نعرف التفاصيل، وبدي أعرف منك قد إيه قدرتي تعبري عن حالك بهذه التجربة. واضح من طريقتها. أنا اشتغلت مقدمة برامج بقناة تلفزيونية، وبجهلهم تحية وبعتبرهم عائلتي. هالتجربة ما خاصة بدوماني أبدا، هيك كمان بلشت فتش على حالي وفتشت على أشياء، واكتشفت بحالي أشياء أنه أنا عندي هول المهارات الحلوين، فكله بحس الفن بيربط بعضه كله مع بعض، موسيقى وإعلام ومسرح ورسم. التجربة كانت كتير حلوة، تحدي لإلي أنه قديش أنا بقدر أثبت حالي فيها، رح أنجح أو رح أفشل مش مهم، المهم أنا عم جرب، المهم أنا عم غير وخلص عم جرب هيدا الشيء. هالشيء كتير أعطاني كمان ثقة أكتر بحالي، خليني أكتشف أشياء أكتر بحالي وحب حالي أكتر، رغم إنه المسرح هو كل حياتي، يعني بحسه بيتي والبيت المقدس اللي أنا بقدر أعمل فيه كل طقوسي. كل تجربة بعيشها كانت تلفزيون أو مسلسلات أو مسرح أو كتقديم برامج، بحسهم بيكملوا بعض. بس أنا بالنهاية بقول إنه أنا تعلمت مسرح ودرست مسرح وأنا بنت مسرح، فبحب كتير
قول يعني اعطي شو بدي اقول لحتى يمكن في كثير عالم ما بتقدر تحكي انا على بالي احكي عنهم. تجربه حلوه حامله القضيه النسائيه مسرحيه. ايه وسبق كمان اشتركت مع قاسم اسطنبولي بالمهرجان السابق بكمان مونودراما معه. فالحلو هيدا الاشياء حلو الخليط اكيد هيدا كله بيغني شخصك وما بتضيع الهويه. انا ضد انه الواحد يضيع هويته لانه ابدا كله بيكمل بعضه وما في شيء بيضيع الهوية طالما انت بتكتسبي خبرات وبتصب صح. كمان بالمطرح صح. المناسب ممكن ترجعي تكرري تقديم ايه اكيد ليش لا يو وود لاف تو مش بس ممكن اكيد ايه انا اذا الشيء ما بتحبيه لو كل يوم حتعمليه ما حتنجحي فيه اكيد فانا بضل جرب لو ما نجحت حضل جرب لحتى اوصل انه في شيء يمكن انا مش ليه عم بتضلك تقولي لو ما نجحت كيف بتقيمي حالك؟ بجرب إذا ما نجحت بقول it's fine بواسي حالي مش بلوم حالي. ما بعرف إذا من الفيدباك ممكن تكون أو لا بحس إنه أنا قديش رضياني على حالي هون أكيد. بفكر لأنه حلوة أوقات اللي أنا بحس إنه تفكري أنت شو الأوتوكريتيك ما تخلي اللي حواليك يأثر بالنهاية أنت عارفة شو بدك وأنت عم بتجربي وأنت عم بتخوضي هيدي التجربة وأنت هون واقفة مش هن واقفين يمكن لو هن محلك رح يقولوا نفس الشيء اللي أنت هلا قلتي فعطول بقول لو ما نجحت لأنه عطول نحن عنا بعقلنا من لقى السلبي يعني ما بدي أعمل لأنه هيك رح يصير فلا خليني أعمل لو مش هيك بس رح تنجحي فعطول هيدي حلو الأسرع إن شاء الله دايما النجاح صالي بحياتك. ميسان أنت عايشة برات لبنان لا أنا صرت هون صرتي هون بس كنت من قبل بعرف ايه عشت شوي برات لبنان عشت شوي برات لبنان شو بيختلف فن الرقص بالخارج عن هون شو بيختلف بالخارج في يعني وين انا كنت باوروبا والويسترن وورلد كندا كان في انا بقول هون في شويه نقص بالتعدد في كل شيء في من كل شيء هون بس ما في استمراريه كثير كبيره يعني اكثر شيء بيختلف انا بقول انه هون بيقيموا للرقص اكثر وبيفتحوا في مجالات اكثر للواحد يتمرن استمراريه ودعم يعني استمراريه ودعم هون كثير بطيء الموضوع ولازم انت تخلقي ولازم انت تعطي وفي كثير يعني خاصه من سنتين لهلا في كثير ناس يلي اقترحوا صفوف رقص وجابوا رقص على بيروت فلوا ففي شوي هيك بطء بالموضوع مع هيدا وكله اخترتي انك ترجعي وعم بتحاولي حتى هون ليش اول شيء اشتقت الحنين عشت 10 سنين برات لبنان وحسيت انه ما شفتها للبنان يعني حسيت طلعت صغيره وما كنت كثير صغيره بس برضو صغيره ما تهنيتي فيها للبنان روحها بعد هيك وثاني شيء كمان كفنانه حبيت انه انا منطلقه مع الهوية اللبنانية فكفنانة استصعبت شوي كتير نميت برا بس كمان استصعبت لقي صوتي أو أثبت حالي فحبيت فتش هذا الشيء هون قريب من الشيء اللي خلاني أرغب أعمل فن القضية يعني هي ما بعرف شو هي ما تسألوني بس بس هيك شيء متعلق ب يعني نضالنا نحن ايه وسقفتنا وجعنا ولغتنا كثير مهمه اللغه يعني هيدا بعتقد اكثر شيء خلاني احب ارجع انا كنت بلا عم بلش انسى مصطلحات بكره بيرجعوا كلهم تذكرت ممكن نشوفك بالدراما اللبنانيه او بعيده كل البعد عن هيدا الموضوع دراما تمثيل يعني يعني ما عم بحاول بس بحب درست تمثيل للسينما قبل يعني اذا تسنت لك الفرصه ما بترفضي لا ما برفض لا سالي ترفضي سالي اوبن لك ايه ما برفض شيء ابدا كل شيء خاص بالفن ابدا ما برفضه وانا عندي قناعه بالحياه او مبدا ولا فرصه تقولي عنها لا لانه فرصه حتجر فرصه لو كانت هالقد والخطوه الصغيره رح
تبدأ هي بتبلشيها بهالقد بعدين بتكبر. لأنه مين بيقول مثلا أنه نحن حنكون بمهرجان قاسم اسطنبولي حيفتح مسرح وطني حيدعم كل هالعالم مجاني، يقدروا العالم تفوت تتعرف على المسرح عن جد. جمعية تيرو للفنون أنا بدي وجه لهم تحية كتير كبيرة باسمنا اثنيناتنا عن جد. أنه مين بيقول نحن نتعرف على بعض، منشجع بعض، بناخد من بعض، منصير هون نطلع معكم على هالشاشة الحلوة عن جد اللي منتشرف فيها. فلا الفرصة حلوة عطول لازم نستغلها، وجينا على هالحياة لنستغل كل شيء وناخد من كل شيء. صحيح بالمية. شو حلوة الانرجي اللي عندك سالي. بتعطونا هيك فكرة عن السكادجول تبع المهرجان؟ ايه اكيد. بتحبي نحكي الافتتاح لأحد؟ الافتتاح حيكون ب 13 و 14، هو المهرجان من 14 ل 16. في 10 عروض من اسبانيا، البرتغال، رومانيا، ولبنان، وجنوب افريقيا. عرضنا رح يكون نهار الثلاثة ب 16 ايار، الساعة 5 في عرض لتونس، كمان في من تونس، والساعة 7 عرض مسرحية المستهتر الجميل، والساعة 8 الاختتام مع ست ميسان بالعبور. موفقين. موفقين يا رب. سالي فواز وميسان شرف الدين، شرفتونا. شكرا وجود لك عن جد. وبس بدي وجه تحية كمان للجنة الحكم، لأنه كنا عم نحكي الجوري سوزان أبو علي مع حفظ الألقاب أكيد، سيد عمر مئاتي، صلاح عطوي، ومنى يونس. منحييهم ويعطيهم ألف عافية. كمان شرفتونا ونورتونا كمان مرة. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.